بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد تحضيرات تقريبا وقت اللي جينا روحنا دونك ان جور دو روبو بعد ان اوروبي لي زونترمون دونك التحضيرات كانت اكثر على الكوتي معناها مونتال معناها اللاعبين حاولنا ندخلوا اللاعبين في مقابلة العودة معناها بأقصى سرعة الحمد لله معناها اللاعبين كل حاضرين كل لاعبين كل واجدين باش تختلف برشا امور هنا بالطبيعة الناس كل معناها الملاعبية كل والمجموعة كل اللي هي تري ريدوي معناها تقريبا 17 لاعب دونك كلهم عازمين على معناها على الخروج بنتيجة إيجابية وترشح إن شاء الله وعندنا الإمكانيات وعندنا مؤهلات ما يهلنا باش نعملوا شيء هذا إن شاء الله. والله عندنا يعني بن بوليد معناها سايبه انه يكون يخلط على المجموعه وزيتي مازال زاد شويه الباقي كل موجودين معناها على ذمه الاطار الفني. وبالطبيعه 8 لاعبين اللي تدبناه. يعني كل عملتم يعني البارح واليوم يعني عمليه معاينه المباراه الذهاب يمكن القول انه الفريق راح يكون يتفادى الاخطاء اللي وقع في مباراه الذهاب من اجل تحقيق الفوز والتاهل يعني. بالطبيعه هو الفيزيوناج مش الماتش هذا برك معناها الماتش في كل ماتش نعملوا فيزيوناج دونك فيزيوناج شوفوا ليكيب ادفيرس كو سوا اللي باش نلعبوا اذا كان ما لعبناش كو سوا الماتش اللي لعبناه مهما كانت النتيجه نعاودوا نعملوا فيزيوناج ناخذوا على اخطاء كو سوا دفاعيه والا الحاجات الباهيه اللي نجموا نحسنوها ناخذوا على قيمه المنافس اكثر شفنا مع بعضنا الناس الكل معناها سون كونسيون اللي انا معناها ان ايكيب اللي قادره وانا باش نتعداو ان شاء الله تورجي ان شاء الله. نقدروا نقولوا الفريق اللي راه جاهز ان شاء الله باذن الله باذن الله نهار الاحد وجورجي ينصرهم ان شاء الله جاهزين باذن الله 100% ما تعديناش لازمنا اكثر من 100% ونحن واجدين ان شاء الله وان شاء الله بالروح وبالقلب معناها ان شاء الله اللاعبين معناها يؤديوا اللي عليهم ويفرحوا الناس الكل ان شاء الله. رسالتي تمعنات وجلاله والله ان شاء الله ان شاء الله نتعداو وبعد نحكيو بعد عنا بعد لكل حد حديث بعد تو نحكيو ان شاء الله ان شاء الله نتعداو ونفرحوا الناس الكل مدينة كاملة ما مش أنصابك حتى اللي ما يجيش للتيران زاد لازمنا نفرحوا رجال كبار صغار فهمت ولو انه بالنسبة لي أنا الوفاق مش معناها التعدي البول هو معناها الأوبجيكتيف لا مي بور لو مومون في لي كونديسيون اللي فيهم نحن في الظروف اللي فيها المجموعة بور لو مومون سي ان أوبجيكتيف معناها تري بروش ومن بعد ربي يعمل لأنه بعد ما يدخلوا لنا 8 لاعبين لأنه ما تنساش المجموعة نحن ديجا وقت اللي كنا بالفكتيف كامل وديجا وني مانيش افكتيف كيما تحب الناس الكل وكيما نحبوا نحن اي طرف فني فما بالك خرجوا منه 5 لاعبين وجبنا 8 لاعبين ماهمش موجودين دونك المجموعه هذيا نتعداو الاوبجيكتيف الاولاني نتعداو لي بول ومن بعد وقت يدخلوا لاعبين اخرين تولي عندك الكونكورونس تولي عندك لو شوا الاختيار هامش الاختيار كو سوا او نيفو دو كاليتي كو سوا او نيفو معناها نتاع البلاسمون نتاع الملاعبيه تولي وقتها وتشوف الوفاق في ان شاء الله في 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 في, 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 في مستوى اخر ان شاء الله.